السلام عليكم الاصدقاء ديالي اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم اخوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. اصدقاء ديالي، في هذا الفيديو الجديد غادي نشوفوا ملخص مباراه فريق الوداد العالمي اللي اليوم قدم مباراه كبيره وعالميه، وصيفط واحد الرساله للكابرانات والعصابات ديال الجزائر، واكد لهم بان المغرب راه ماشي هو الجزائر. كما نتوما جات عندكم الوداد وهبطتوا الدرابو ديال المغرب ما طلعتوش، لدرجه طيحتوا قيمه الوداد والدرابو ديال المغرب، طيحتوا حتى قيمه الجزائر باش ما طلعش الدرابو، لا الدرابو ديال الجزائر لا الدرابو ديال الوداد. اليوم برهنا لكم بان رحنا في بلادنا ماشي بحالكم، والترابو ديال الجزائر علقناه في كازا، ومرحبا بكم في بلادكم الثانيه. اصدقاء ديالي، فريق الوداد البيضاوي اليوم ضرب بتول. اصدقاء ديالي، خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا بهذا الفيديو، كنتمنى تعطيوني الاراء ديالكم من خلال التعليقات. الناس اللي مازال ما داروش لينا لايك، كنتمنى تبركوا على هذاك اللايك، تبارطاجيو الفيديو باش يوصل لجميع المغاربه في جميع انحاء العالم. اما الناس اللي ما مشتركينش في القناه، كنتمنى من الصميم ديال القلب ديالي تشتركوا في القناه، تفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا. تهلاو لي فراسكم بزاف، موعدنا في فيديو قادم. كيف العاده كان معكم اخوكم انوار من قناتكم وقناتنا انوار برو. تهلاو لي فراسكم، السلام عليكم. تأهل وهزيمة الفريق شبيبات القبائل اللي كنحييهم من القلب ديالي، قدموا مباراة كبيرة. أصدقاء ديالي، غادي نخليكم تشوفوا الملخص وانتم حكموا. قبل ذلك بركونا على ذاك اللايك، بارطاجيو الفيديو باش يوصل جميع المغاربة في جميع أنحاء العالم. أصدقاء ديالي، ما غاديش نطول عليكم، دوزو نشوفوا الملخص ونتلاقاو في النهاية ديالو.